كيفاش غادي ننميو القدرات الطفل ديالنا. بطبيعه الحال احنا في المجتمعات ديالنا عندنا يعني صراحه عندنا بعض المشاكل اللي علاش انا قلت الطبخ بزاف. الانسان العربي كيهتم بزاف بالاكل، كيقول لك انا اللي عطيت الطفل الاكل فانا كملت بالواجب ديالي. يعني الهم ديالو الوحيد الانسان العربي سواء مراه سواء راجل هو انه طرد الخبز. ما معنى الطرد الخبز؟ اللي كيدخل فيه اللحم ويدخل فيه يعني بنبقاو ندخلو حنا نشخصو طرد الخبز. الا جابوه هو الطفل ديالو هو حتى ملي كيخرج يهضر على الحق ديالو كيقول طرد الخبز لولادي، ما كيقولش الذكاء دولادي انا باغي ننمي الذكاء دولادي، لا كيقول طرد الخبز دولادي، طرد الخبز دولادي، وكيهضر غير كسر د الخبز. هو ملي كيخرج يناقش او ملي كيخرج يطلب شي حق ديالو ولا يطلب شي حاجه ما كيقولش انا صراحه يا ريت هاد الوليدات يكون عندهم واحد المستقبل زوين، وحتى هما خصني نقريهم. الهم ديالي الواحد هو ننمي لهم القدرات ديال العقل ديالهم ونخليهم يكونوا اذكياء. لا كيقول لك الطرد الخبز غادي نوكلهم. العيال الصغار كيبقاو يعليو عينهم هيدا باباهم كيقولوا اه اذا الاكل هو المهم خصنا غناكلو صافي ناكلو ونعسو صافي. يعني شي كيمرر شي، يعني الكبير كيمرر الصغير، هذاك الصغير راه كيكبر عاد حتى هو غادي يمرر الصغير. حنا عندنا واحد السلسله ماشيه. اذا هنا حتى من المجتمعات ديالنا ملي كنشوفوا شي واحد خرج يهضر معنا ما كيقولش المشاكل اللي هي خص فعلا نناقشوها ونقولوا حنا بغيناها وخصنا نصلحوها وخصنا نجريو موراها الطفل باش نعاونوا هذا الطفل. لا حنا كنهضروا غير باش نطرد الخبز. يعني طرد الخبز، طرد الخبز هذه يعني واحد المصطلح انا ما كاينش اللي يعرفوا. يعني في المجتمعات العربيه كاملين كنهضروا باش نطرد الخبز. اذا هنا ملي كيبقى تهضر انت باش نطرد الخبز حدا ولدك سواء راجل سواء امراه، فداك الولد كتعطي له الفكره المهمه ان الحياه كامله هي الاكل فقط. اذا الكوزينه وعدي كتضر على الله اللي خلقها في المطابخ العربي في المطبخ الدول العربيه. طشت الطنجره الساعه كطشطش عرفتي صداع داك الكوكوط، البخار طالع اللي خرج لها من الطاقه اللي خرج لها على السطاحه كل واحده منين خارجه ما كدير داك في داك الطنجره. تاخذ الخبز والخبز صافي هذا هو الاهم. وانا كنعطيكم نصيحه اليوم باش تسمعوني، اي وحده جالسه معايا واي واحد جالس معايا، انا كنصحكم نصيحه انكم تحفزوا القدرات دولتكم على الذكاء. كما كتحفزوا ما تجيبوا لهم داك الطرد الخبز، عملوا معادله رياضيه بان خصنا نحفزوا لهم الذكاء ديالهم. لازم هذا واجب. وحنا يعني امه اللي خصنا نعوض شويه بان الاكل حتى الطريقه سلسله الاكل اللي عندنا حنا بهاد الوجبات، عندنا خمسه د الوجبات والوجبات ثقالين ماشي الوجبات خفافين، هذا راه خطا عندنا. فانا حنايا ملي قرينا وشنا انا صراحه فما كندور كنقول حسبي الله ونعم الوكيل، فيما كندور كنقول حسبي الله ونعم الوكيل، لانني كنت غفله وغفلوني وخلوني في دار خفلون وما انا شكدتني على هاد الفطور والغداء والعشاء والمريندا و و و الى ما غير ذلك. كتجبر الاطفال صغارين اليوم الحجم ديالهم يعني والوزن ديالهم اكثر من اللازم، الاطفال الصغار كيعانيوا من السمنه. مجموعه من البيوت اطفالهم كيعانيوا من السمنه. هذا بحد ذاته صافي هنايا كسرتي الطفل. حنا هضرنا في المواضيع الاخرى قلنا بان المخ الطفل او المخ الانسان البشري بصفه عامه 2% من الوزن ديالو. اذا حنا الى هذا الطفل هذا عنده مثلا 6 سنين وعنده تقريبا 50 الكيلو ولا 45 ولا 45 الكيلو، هذا وزن كبير بالنسبه للطفل. اذا ضرب في 100 2% داك الوزن هو هذا المخ ديالو، يعني حتى المخ ديالو غلفتيه له كامله بالشحم. اذا وعد حنا واحد المجتمع اللي ماشي نامي في العقل ديالو، حنا واحد المجتمع اللي غادي ديك الولد غيتعرض للتنمر. يلا ودي عينك، ومن التنمر غنزيدو المشاكل، امراض نفسيه عندك الطفل، والى ما غير ذلك، سلسله من السلاسل اللي غادي تجينا. اذا هنا الخلاصه ديال القول من هذه البدايه يعني كمقدمه، وهو ان كما كنحرصوا على المطبخ، خصنا نحرصوا على التنميه للذاكره ديال الاطفال. وحنا خصنا نعرفوا البحوث يعني بينت بان الطفل المخ ديالو كيتكون 90% الى 4 سنوات، يعني من صيرو من الولاده الى 4 سنوات كيكون 90%. دابا غادي نعطيو بعض النقاط كيفاش نحفزوا حنا هاد الوليدات هادو باش يقدروا يكون عندهم واحد النصيب يعني من الذاكره تكين، يعني يكونوا تكين. اولا مهم ما غنستقبلش المكالمات اللي كيعيط لي بلا ما يصدع راسو
ما كاين بو مكالمات ما غادي نطلعوش. اذا بلا ما تبقاو تعملوا لي هنا البلبله في التليفون في الواتساب، لان غادي يخدم البلوك كذلك، ما غادي نطلعش. طلع الان حتى يعطيني الفريق الاوكي، قول لي باش نبدا نطلع الناس. ما غنطلع حتى واحد هاد الاسبوع هذا، ما كاين طلع حتى شي واحد. اذا الله يجازيكم بخير بدون اتصالات، ما غادي نشبر اتصال حتى مع شي واحد. اذا كما قلنا، كما كنهتموا بتغذيه الاطفال تغذيه جيده وكنحرصوا على الفطور والغداء والعشاء، خصنا نحرصوا كذلك على الاشياء اللي غادي نحفزوا بها الذاكره دولتنا. كما كندخلوا من داك المطبخ خمسه المرات، حنا داخلين المراه كتجبر داخله خارجه في داك المطبخ، الله يستر كل ضربه كونترا مع الكوزينه، عندك كونترا مع الكوزينه، يعني ما كتوقفش داخله خارجه، يعني داخله خارجه بدون يعني تفكير بدون والو، يعني هذا جا خصو الخبز دخول، هذا جا خصو ما عرف شنو دخول، هذا جا ما عرف شنو دخول، هذا راه مشكل. اذا من بين الاشياء الدراسات اللي تبتت والابحاث اللي تجرت على في العالم، يعني الدول المتقدمه كيقول لك بان الموسيقى كتحسن من ذكاء الطفل في مقارنته مع المجموعه الاخرى من الاطفال اللي ما كيمشوش يعملوا الموسيقى. هذه النقطه الاولى. وهذا اصطحاب من كتصطحب الطفل ديالك باش يمشي يتعلم الموسيقى، فهنا كتحفز له الذاكره ديالو، لان الموسيقى فيها مجموعه، يعني فيها رياضيات، فيها بزاف الحوايج، فيها الاوتار، فيها بزاف الحوايج اللي غادي يتعلموا في الموسيقى، يعني والذاكره ديالو غادي تنمى، يعني وغيكون عنده واحد الرؤيه مختلفه للعالم. وعاد كي الطفل كيتفرز لواحد الهرمون اللي كيخليه دائما سعيد مع وماشي لا الصغار ولا الكبار، والموسيقى راه كتحيي حتى الخلايا حتى الكبار. رغم كاين بزاف هنا غادي يطلعوا غادي يقول لك الموسيقى حرام، انا ما كنهضر لا على حرام ولا على حلال، انا كنهضر على ابحاث علميه. طبيو جوجل قولوا شنو هما الابحاث العلميه اللي تبتت على الموسيقى من اجل هذا، فغادي تجبروها. كذلك حفظ القران، نعم، ولكن حنا للاسف الشديد حفظ القران قليل من القليل اللي كيحفظ القران في السن المبكر. حنا كنهضروا على الطفل، خصنا نبداو نلقحوا له ملي باقي صغير، يعني حنا يعني اغلبيه ما نكذبوش على بعضنا، كنتعلموا القران. انا في الدراسه ديالي ملي كنت كنقرا، فحنا وصلنا حتى لديك الواقعه، وهذاك الرابع ابتدائي كيحفظونا، ملي طلعنا الاولى والثانيه كيعطيونا صور ايات صغيره من القران، ايه صغيره فيها سطرين حفظتها ومشي بحالك، ايه كيجيبوها لك من ال عمران، وايه من سوره مريم، وايه من سوره النساء، وايه من سوره البقره، وايه من الكهف، وايه من القاف، وايه من الصاد، وايه من النور، وايه من سوره يعني ياسين، وايه يعني ايات صغيره، يعني بلا ما نبقاو نكذبوا على بعضنا. انا كنهضر من الواقع كيفاش غادي نعملوا باش نحاولوا هاد الوليدات نحاولوا نعطيوهم، نعم اوكي احنا عملنا لك البلوك بلا ما تقول له عملوا، قول له ولاد عملنا البلوك، نعم. اذا اوكي صوفيا كتقول لكم، كنقول صوفيا فرانسيسكا معنا اليوم، كتقول لكم الله يخليكم الجيم لان باش تبدا تبلوكي، نعم نعم دابا نستناو دقائق ثواني، الله يخليكم باش نبداو البلوك. عندنا صحاب الحرام والحلال باب زنقة. نعم الباب زنقة، هادو كاملين غادي يخرجوا. اذا كنستناو فرانسيسكا راه كتحط البلوك، الله يخليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تبارك الله فيكم. اذا ربي يخليكم، شكرا. الواقعه والحديد والرحمه، نعم هذه كنا حفظناها باقا كنعقل، ولكن في الاخر صافي تما وقفنا، مشى بينا شي واحد من سوره البقره حفظناها كامله، سوره النساء، سوره ال عمران، سوره مريم، صور اللي هما طوالين وتقالين في عندهم ميزان في القران، فينهم؟ فين شفتوهم؟ انا ما شفتهم، انتم شفتوهم؟ ولا شفتوهم؟ اذا انا كنكذب عليكم. الا شفتوهم انتم اذا انا كذابه. حنا كنهضروا الناس، ملي نكون انا كنهضر على واحد الموضوع، الله يجازيكم بخير، هادو اللي كاسين هنايا حرام من حلال، انا لا حرام حلال، مشي لباب الجامع ودخل تما كيكون ركن المفتي نهضر معاهم بحرام وحلال، هنا كنهضر انا بالعلم، ما تهضرليش بحرام وحلال، فضيت معاك، صافي ما تبقيش تهضر لي بحرام وحلال، حرام وحلال مشي لباب جامع، انا هنا ما عنديش الجامع، انا هنا عندي منصه كنطلع فيها نهضر على علوم وتبتاتهم اكاديميات وبحوث علميه اكاديميه فقط لا اكثر ولا اقل. الحرام ديالك والحلال ديالك جزاك الله الف خير، مشي لباب جامع وجبد القران وفسر، صافي ولا عملت الصبح ديالك وطلع نزيله بالحلال والحرام، خلينا نهضروا مع الناس. دابا نتوما ما عندكم لا حلال لا حرام، وانتم كنهضروا الهضره اكثر منكم، كنهضروا هضره كبيره عليكم. غير بلوكي بلوكي احنا معاك، ربي يخليكم.
اولا انا اسحاق كنتهن احسن سنتر هنا سنتر هنا في برشلونه في اعلى صونه ديال الموسيقى، والناس راه عارفينها كيتعلم الموسيقى. علاش انا ديتو هكذا وصافي؟ كما كنتش عرفت العلوم شنو قالت لك شي ما غادي ينتهش. دي ندي انا فلوسي ملي انا فلوسي شاطو عليا ولا والله الا كيطيحوا عليك حالا الحرام حالا. لا مشي لبات جامع، مشي للجامع ولا عمل المنصه ديالك وعمل عليها ركن المفتين وطلع الجمعه ولا طلع السبت ولا شنو. لا الشبت ديال اليهود تيطلع نهار الجمعه وبعد مني صافي الله يخلف ما بقاش نصدعوا راسنا. اذا كنستنى لان باقي خدام البلوك جي من الاخوه اللي معايا الله يخليكم. نعم اذا قلنا اصطحاب الاطفال لتعلم الموسيقى من بين الاشياء اللي كتحفز لهم الذاكره وكتخليهم يعني الذكاء ديالهم اذكى يعني وعندهم حب للاستطلاع في الحياه. سهام زين كل المكياج حرام بات زرقاء. يلا هادو هاد القطعيات هاد قطع الطرق هادو كيصبعوا في الدين. ربي الرسم كذلك جميل جدا صحيح الرسم جميل جدا. نعم حنا باقيين زايدين اذا ان شاء الله هضرنا على الموسيقى باقي مجموعه من الاشياء اللي غادي نطرقوا لها فما نتسرعوش. نعم اذا من بين قلنا الموسيقى الموسيقى العامل الاول. النوع الثاني وهو الرياضه اصطحاب النوادي يعني باش الاطفال يتعلموا لان الرياضه كتحفز فيهم بزاف الاشياء وكتخليهم يعني الحياه ديالهم كتحصل كيحصلوا على السعاده وكيحصلوا على ذكر اللياقه البدنيه وفي نفس الوقت الهرمونات يعني السعاده اللي كتنتشر يعني والاكسجين يعني كيستغرقوا يعني كيمتصوا الاكسجين اكثر فهما الجسد ديالهم دائما كتجبرهم يعني باغيين حركيين وباغيين يعملوا اشياء وكيفتشوا وكيخصهم يعملوا بزاف ديال الاشياء. اذا خليوا الاولاد ديالكم على الرياضه. الناس اللي ما قداش تخلص النوادي مثلا فخرجوا مع وليداتكم على الحشاد بحر جريو معاهم. دابا الان بعض الدول كاينه فيها الكورونا ولكن كاين بعض الدول ما فيها. احنا مثلا هنا برشلونه عندنا كلشي مفتوح الاولاد رجعوا الرياضه ديالهم كيمشيو للمدرسه ديالهم كيمشيو لهذا دي. اذا هنا الناس اللي ما قدرتش تخلص النوادي ماشي ضروري حنا خصنا نخلصوا النوادي. الا ما عندناش ما كاين حتى مشكل نخرج انا ولدي كنجري ايه الرجال اللي كتمشيو تجلسوا في القهوه خرجوا مع ولادكم كتجريو بنات وولاد ماشي البنت نجلس انا نبقى عليها في المطبخ دخل خرج دخل خرج مع الكوزينه الله يستر تكون ضربي الكونطرا مع الكوزينه. ما فهمتش انا هذا الشعب هذا الكوزينه محشي غير في الكوزينه كطيب كتخرج الغدا كتبقى تفكر في العشاء كتعمل يدها على حناكه اش عندك فاطمه كتقول عاد فكرني العشاء واش غنعمل له كتبدا تعمل هيدا تحك في راسها هذيك الحكه في راسه عرفتي عندها معنى لان بنادم اللي كيحك في راسه راه كيفكر منين تشوفوها كتحك في راسها عرف خصها ترجع للمطبخ عاود. قسما بالله هذه هي الثقافه ديالهم كيقيلوها اذا كيهردوا في راسهم الهريد تدرس لان خصكم تشوفوا الناس المثقفين وداك الشيء دابا ساعه كتجبرهم بيك ولا كيعملوا هيدا ولا كيعملوا يدهم هيدا يعني بحال كيتكيو باش يعملوا بحال هو بحال مساج ماشي بطريقه المساج قديمه الزمن يعني الانسان ملي كيعمل مساج في الدوره الدمويه كينشط الدوره الدمويه على وعسى الاكسجين والدم يوصل للمخ باش يقدر يستقطب ديك الافكار اللي خصو ولا ديك الفكره اللي مشات هربت عليه. ونفس الفكره دابا المشكل المراه العربيه ديالنا حنا ما كنعموش على كل شيء ولكن على واحد المجموعه فهي كتستخدم ديك الحك ديك الهريد بهذيك الطريقه كاك طاق 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 كتفكر خصها الافكار ديال المطبخ بطاطا والعدس وداك الشيء ديالها الرغيفه كغتقلي كغتشوي كاش غتعمل حيت كتقيل مسكينه. لا اله الا الله محمد رسول الله. واش هذه هي الامه محمد عباد الله؟ واش الامه محمد كتقيل في المطبخ؟ واش كتطلعوا لعندي تقولوا لي انتم الحرام؟ فين هذا الحرام؟ على ما كتقولوا الحرام؟ لمن مع من انتم كتهضروا؟ كتهضروا مع واحد الانسان اللي قطعت اشواط؟ واش الامه محمد كتقيل في المطبخ؟ حاشا كتقيل أمة محمد في المطبخ ولا الزواجات ديالو. لا 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 ما تبتسمش كثر شفتو حنا كنقيلو في المطبخ يعني الحياه ديالنا اش باش نقول لكم بين النعاس والمطبخ هذيك هي الحياه ديالنا هذاك هو العيش ديالنا حنايا. نعم اذا هذا راه مشكل مع داك المطبخ. علاش كنقولها وكنكرر وكنعاود ان المراه باش ترد بالها راك اختي كتقضي 6 ساعات 7 ساعات في المطبخ وابنك ما كتقضيش معاه حتى ساعه دمكانه حتى ساعه دمكانه ما كتقضيش معاه. اذا نعمل واحد المعادله ورد بالك على داك الوقت اللي كتدخل فيه هذا الموسيقى تقدر تبداوها له من 4 سنين 3 سنين ماشي مشكل راه كيهزو الطفل المخ ديالو دراسه تبتت المخ ديالو كيبدا في التكوين من 0 إلى 4 سنين 90% وفي الاخر حتى نسن البلوغ
كيوقع له تعقيدات في المخ ديالو الطفل من هرمونات ومن بزاف الاشياء، وفي الاخر باش كيدخل للرشد. نعم، اذا عليه الصلاة والسلام. نعم، إذا هذه، إذا قلنا الرياضة، فالرياضة مهمة لازم ندخلوها في البرامج ديالنا، إلا ما عندناش ما كاين حتى شي مشكل. أنا اللي بغيت نفهم للناس كاملين واللي جالسين معايا هاد المواضيع هادو اللي كنطلقوها على نعطيوها للناس، نعطيوها يعني كمعلومات للناس، خصهم يعرفوا ماشي كنعطيوها للناس اللي عندهم فقط الفلوس، ما عندها حتى شي علاقة توعية وتربية والعلم بالفلوس. عندها هذا، خصنا نفتحوه وخصنا نبداو نشوفوا العالم بنظره اخرى. حنا كنشوفوا العالم ديالنا من المحيط ديالنا الضيق ديال الرباعي. عندك حرام حلال، مزوج ماشي مزوجه، الراجل كي ده. حنا المجتمع ديالنا، انا غنهضر معكم بالعربيه باش تنوضوا تتقعدوا، لانكم عيقتوا وبسلتوا وحمضتوا، وكنهضر معكم باللهجه. الراجل ملي كيتلاقى المراه كيقول لها السلام عليكم اختي، سمعاه السلام عليكم اختي، مجوجه الاولى والثانيه، ايوا هذه اختك، حرمت عليكم امهاتكم واخواتكم وخالاتكم وعماتكم، انت كتقول لها اختي ياك، واش مزوجه؟ شوف على مصيبه الكحله، ديو عينكم مع العرب، مع الرجال دابا، هادو من الرجال، شفتوا على مصيبه الكحله؟ هذه كارثه، هذه كارثه. السلام عليكم اختي، مزوجه. ايوا خويا انا القران ديالي، انا مسلمه، انا مسلمه، واقول بان حرمت عليكم اخواتكم وامهاتكم وبناتكم ويعني فين ماشيين؟ اش كتنطقوا؟ يعني تناقض مع راسكم، يعني هنا باش تعرف الناس ما عارفه رجلها من راسها. وهذا الانسان، هذا العربي، الاغلبيه ديالهم هادو اللي كيبقاو يقولوا هاد الاسئله هادي، واش مزوجه؟ لان هو عنده واحد المنطلق ديال الرباعي ديالو، خصو فين يتخبع وباش يبدا الموضوع، ما عنده علاش يهضر، ما عنده علاش يهضر. واش عنده شي خاصيه غيكمل ليها الخاصيه النسبيه ديال اينشتاين؟ واش ماشي لي بالقاعده التفاحه ديال نيوتن؟ واش ماشي لي بشي حاجه غاليليو؟ واش ماشي لي بشي حاجه ديكارت؟ واش ماشي لي بشي حاجه ديال عيسى عليه السلام او موسى او اسحاق او هارون؟ لا، هو ماشي راسو خاوي، عنده اربع كلمات غيطلقها الرباعي ديالو هنا فين كيتخبع هو، ولكن انا ذاك الرباعي غنهرسو لك السي محمد. طلق راسك للقعده وخرج مع خواتك، لان ما يمكنش تبقى نتينا علينا على الجيل هذا طلع به، والرباعي ديالك انت متكي فيه وكدوخنا عباد الله، والعالم كلشي طيح والطفل ما يتعلم وانت ما تزيد، وديك المراه اللي معك ما تزيد وكلشي مطيح ونوض. هذاك الرباعي ديالك راه غنهرسو لك دقيقه، في ثانيه غادي نهرسو لك بالعلم. وهو ان السؤال ديالك بعد، اولا اختي السلام عليكم، اوكي عليكم السلام، مزوجه، اسمح لي اختك، خصك تعرف بانها اختك، نتينا اختك الا هي فعلا اختك، خصك تكون عارفه واش مزوجه ولا ما مزوجاش. واختك الا كتقول لاختك حرمت عليكم ارجع، يعني هذا تناقض. اذا هذا السؤال، هذا هاد الجوج بعدا نزيدوا حاجه واحده اخرى، وهو ان الرجل فقط البال ديالو انه يمشي للخدمه ويجي صافي، ما عنده حتى شي مهمه اخرى، يعني انه كيجلس مع وليداته يعلمهم قران، يعلمهم انشاء، يعلمهم دين، يعلمهم علوم، ما كاينش هو في هذا العالم هذا انه يجي ويجلس. الا كانت الكره يعني الاشياء اللي هي تافهه خصو يشوفو خصو صافي، ما كاينش. واش عباد الله بيض العرب ما كاينش مكتبات في الدار؟ ما عندناش المكتبات، عندنا البترينات ديال القشع، الناس ملهوف على الماكله، ما البترينة عامره بالطماصل والكيسر والمعالق. وعدي وعدي استغفر الله، ما كاينش شي واحد هنا في اوروبا عنده ديك الفضيحه، ومنين تشوف هذه البترينة عامره بالطماصل والكيسان؟ اذا هنا السي محمد قلاب ديك البترينة الا ما تقلب داك الشيء فيها القران وكتب الحديث وشي حاجة البلاغه واش شويش، والكتب كيتباعوا في الارض ثمن رخيص، اهبط نزل عليهم وطلعوا من مديك الذاكره ديالك والقدرات ديالك. هذه نصيحه من اختك حالا، هذيك البدريه اللي معمره بالقشع، وديك المراه اللي حاشيها في ديك الكوزينه ملي كيصبح الصباح، يعني هذا راه، هذا راه ضايع للوقت، وغتسالوا غدا يوم القيامه عند الله، راه هذا راه فساد وضايع، وام يعني متدهوره، وراه حنا في الدمار، وامه طايحه على وجهها، طايحه ديال الغدايد، طايحين الطيحه ديال الغدايد، بغيتو ولا كرهتو راه طايحين واحد الطيحه، ما عندناش كيفاش نخرجوا منها الا ما بغيناش نغيروا من البيهيفر ديالنا، من السلوك ديالنا. باترينا كتبان في الصالون عامره بالقشع، علاش الباترينا عامره بالقشع؟ ياك لاباس الكوزينه عامره بالقشع والباترينا عامره بالقشع، والمراه كتقيا في الكوزينه، والولاد ما نعرف فين هما، كلشي ضايع، ما حافظين قران، ما هم شي رياضيات، ما هم شي حاجه، ما بقاش يعني ما كاين والو. البترينا عامره بالقشع، واش انا كنكذب؟ يلا قولوا لي حنا كتكذب، ما عندكمش البترينا بالقشع،
بتشينا وبالطاوس. واش ما كايناش؟ اش كيعملوا ذوك بلاد القشوع تما؟ مالكم ما تزوجوهم؟ عندكم الفرح؟ عندكم شي سابع؟ واه المصيبه الكحله. انتم اذا منين تعملوا العراسه تما حتى تعيطوا للطريطور يجيب الكيسان ويجيب القشوع؟ او عندكم في البترينا هذه حقيقه ديالنا وخصنا نتقبلوها وخصنا نغيروها. هذا ماشي حنا، حنا ماشي حنا كنقولوا الواقع ننتبهوا، ننتبهوا. هادو اخطاء، هذيك الطاقه بعدا سلبيه عندك في وسط الدار، هذيك الطاقه ديال القشوع، هذيك رساله للاطفال باننا حنا مني مني ودورمير، مني مني البامبينو خصو ياكل وخصو ينعس. ثقف هاد المخدمنا مني في التباصل والقشوع وعطيه المخده باش يتسكى. صافي في الاخر كلشي كيتسكى، في الاخر نخرجوا حنا وحنا انا خصني ما نوكل ولادي. الشيف الله يجازيك بخير، غاب شويه غاب شويه غاب شويه غاب شويه عليك، راه حنايا عرفتو قسما بالله الا مهزله التاريخ. داري هنا عامره بالقشوع، البترينا عامره بالقشوع، ما بقاو كيسان، ما بقى طاوس، ما بقى طبسيل، ما بقى معلق، ما بقى الطاس فين كيغسلو يدهم، حتى هو كيزيدوه من تحت البترينا كينزلوه، لان صافي خصهم ياكلو خصهم يغسلو يدهم. الكوزينه ما كتوقفش، الطباخه واقفه. هاديك ماشي زوجه في الحقيقه، هاديك طباخه. ما تلقى داخله خارجه في الكوزينه، خارجه داخله خارجه داخله خارجه، عندها تيران في الدار. اسمع قالت اخرى للضيوف الكرام، الضيوف مرحبا بهم، الضيوف الكرام اللي جاو عندي مرحبا بهم، يقبلوا على القشيعات اللي عندي. سته سبعه طباسه البركه، ماناشي عندي هنايا العز دزميزم، عندي 100,000 طبسيل في الصالون منزلين تطوس. كنزو بعدا كنكونتي غتهضر بعدا غشويوش، نعترفوا بالاخطاء ديالنا. وعلا منزلين عندك في الصالون؟ داخلين من الكوزينه، من اللي هما الضيوف الكرام. الصالون سيتين روم، مجلس فكي يجلس الانسان، خصو اللي قبلته يكون اشياء اللي كتحفزو في الحياه. ماشي انا جالس في الصالون والباترينا قبل طرفينا والعيال جالسين والباترينا قبل، صافي العيال كيبقى يفكر غير فهم هم، والمراه خصها هم هم، والراجل خصو منامني. ايوا صافي على بحال ديك المشيه حنا جالسين ملي صباح الصباح. لان علاش المعطيات اللي جالسين شنو هما الافكار اللي كنشوف؟ لان هاد العينين هادوم الناس، هاد العينين هادوم راه لا اله الا الله وسبحان الله. هادو راه من قوه منك كتبقى تشوف في الحاجه راه كتقول لك حصه الملاحظه، منك كتقول لك حصه الملاحظه فكيوقع لك الطلب. وكنشوف الطبسيل، الطبسيل شنو غيجيب لي؟ الطبسيل غيجيب لي محله، ولا شفت الكلتة باش غيجيب لي؟ غيجيب لي القراءه والمطالعه. اذا شفتو حنا فين حنا؟ شفتو حنا فين حنا؟ في الغرق فين حنا؟ مع التباصل ومع القشوع ومع الكيسان. حتى بقينا كنجيو حنا حتى كاع من اوروبا كنفتحوا على غسيل القشوع وغسيل الطباصل، الناس الكتفين ديالها تهرست، خدم عام عامين حتى الوراق كوزيت قعد. غتبقى انتينا وعباد الله المرا كتهبط في الطنجره، الريستورانت في الطناجره قد الشي كما عييتيش حتى على صحتك الشريفه، حتى على صحتك خرج من تما عطيهم خليهم هما يجيو يغسلوهم، هما يجيو يغسلوهم يعملوا الروبوت. حتىش على خديمه اخرى، مشي جلس في الاوفيس واخا غير ريسبسيونيست، جلس بيك في يدك. ها علاش لا؟ علاش مالنا حنا؟ شنو حنا عندنا قرون ولا؟ حنا من غير الناس، واش غادي نبقاو هكذا حتى نيواخ؟ ايوا حنا هكذا ولادنا عاود كنشوفوهم ماشيين هكذا، ايوا كلشي في الضايع، كلشي في الضايع. اذا حنا خصنا نعرفوا بان المحيط اللي كنحطو فيه قدامنا فكنجلسو كيأثر علينا. عندنا باترينا عامره بالقشوع، هذا معناته ان هنا مش نكونو غا كناكلو، غنكونو كونسوماتور، غنكونو مستهلكين فقط، غنستهلكو بلا. ويا ريت لو كان الاستهلاك يعني بطرق محدده وبقوام وبقواعد، الاستهلاك الغير المحدد وبالافراط، بالافراط اللي غيرجع علينا وعلى صحتنا وعلى وليداتنا. ربي يخليكم، شكرا على التعليق الجميله. اذا فرانسيسكا كتناديني عاود مره ثانيه كتقول لك صل بلوك. بارك الله فيكم، شكرا شكرا على التعليق الجميله. حنا انا من هذا المنبر كنشجع الناس على الكتب، شريو كتب، شريو الكتب، بداو ما تاخروش. اللي بدا اليوم واللي يسمعني اليوم يبدا غدا، واللي يسمعني غدا يبدا بعده. المهم هو لو بريزون، المهم في علم النفس كنقولوا هو الان.
لورا. لورا تيني اون بونت موي امبورطانتي، الان عنده نقطه مهمه في الحياه ديالي انا لانني عايشه. الماضي ما عملت فيه والو ما يهمش، اتس باس داز ذاتس ات. واخا الا داز ماشي مشكل، ولكن على الاقل نبدا من دابا. واخا نحقق 5% وانا ماشيه، 10% 15% وانا ماشيه، نمي من القدرات ديالي، نمي من قدرات البيت ديالي، الاهل ديالي، وليداتي، الزوج ديالي، لا انا ولا الزوج ديالي. ماشي مشكل نكون ما عمري شريت الكتاب، هذا ماشي عيب. انا ما كنعترفش به عيب، انا نعترف بالعيب هو الانسان جاب له النصيحه حتى ليدو وعطاها الطهار وداز، هذاك اذا عليه العيب. ولا وقعوا له مشاكل في الحياه ديالو وبقى مأخر، انا ما نعقلش عليه. لان ذاتس ات ذا انفورميشن يو جيت ات، سو نو يو دونت دو ات، سو جيت اوت. اللي قالوا الامريكان جيت اوت، ذاتس ات، دونت واست يور تايم. إذن هادو من بين النقط اللي خصنا نردو البال عليهم، هو الفصالة اللي عندنا حنا في البيوت ديالنا راه كتأثر علينا. إذا هنا خصنا نقسم بزاف القشوع، وخصنا نقسم المطبخ، وخصنا نركزو على الأشياء اللي غادي، لأن التنمية ديال القدرات ديال الذكاء ماشي غير للطفل في الحقيقة، لأن هادي إلا بديتو كتخدمو مع وليداتكم حتى نتوما غادي تنميو الذاكرة ديالكم، غتشوفو معاهم أشياء جديدة، لأن هاد العصر هذا اللي عايشين فيه ولادكم ماشي هو العصر اللي عشنا حنا فيه. اذا انت يا ام وانت يا اب غيكون عندكم يعني خبرتين ما اجملهما، غيكون عندكم الخبره من الاباء ديالكم، خبره في الحياه ديالكم ملي رجعتوا شباب، ودابا الخبره مع الطفل ديالكم في العلوم اللي كيتعلموها، ما اجملها، يعني شيء جميل. انا اليوم مثلا خدمت الرياضيات مع اسحاق، ماشي شي حاجه كبيره، الارقام يعني القاسم القاسم المشترك يعني الكبير والصغير يعني، وفرحت رغم ان هادو ما نعملتهم، لان الرياضيات دائما هي صالحه لكل زمان ومكان، ما كتغيرش، كاين زياده ولكن الاشياء اللي قريناها دائما كتبقى صالحه. اذا هنا الانسان يعني كتذكر، مع المرأة كتكون نسيتي شي حاجه ولكن كتشوفها كتذكر، هذا بالنسبه للانسان باش ما يجيش الزهايمر، باش الذاكره ديالو ما تبقاتش، باش ما يوقعلوش النسيان. الاكل بزاف كيحط الندم للنسيان، كيديه في المصدر ديال النسيان، كيبدا الندم كينزل حاجته وما كيعقلش عليها، كينزل صباطو ما كيعرفش فين ينزلو، كيدخل للجامع كينزل البلغه ديالو، الا ما خرجش الجامع كامله باش يخليو له البلغه ديالو كتبان من البعد ما يقدرش يشوفها. هذه راه كاينه، وفي الاخر كنقولوا لا عينونا سحرونا عملونا، اودي ما سحرك حد ما عينك حد، اودي حنايا لا اله الا الله محمد رسول الله، لو كان كل واحد فينا نعملو غير 5% راه كان بان علينا وعلى ولادنا وفي الاسره ديالنا وفي المجتمع ديالنا، وغنقللو من حده المشاكل بزاف. المشاكل غيتقلوا بزاف، لان حنا الان هاد الدوره اللي عندنا الطاقه السلبيه كتعطي مشاكل يعني، والطاقه السلبيه راه كتكثر بسرعه بحال البق، الا جاتك بقه واحده للدار اسمعوا منيش كنقول لكم، اولا برغوته واحده دخلتكم للدار كدولت ما غتبلتلكش، غتبلتلك ملايين البرغوت، ما طلعش تخرجك البرغوت. الطاقه الايجابيه كتعطل في النمو ديالها، الطاقه السلبيه كتزرع يعني كتسبندر يعني بواحد الطريقه انكريبل يعني كتمشي بسرعه. يعني هنا خصنا نردوا بالنا، راه حنايا حنا في هذا الكون هذا راه مسؤولين على بزاف الاشياء، حنا ما جيناش هنا باش غناكلوا ونعسوا ونبقاو ندورو ونبقاو الهضره الخاويه ومضيعين الوقت. خصنا نحاولوا نفيدوا راسنا، نفيدوا اهلنا، نفيدوا بلادنا، نفيدوا المجتمعات ديالنا، نفيدوا الناس غدا عن النظر عن دينهم وعن عرقهم وعن لونهم وعن جنسهم، ما يهمناش، ونكون يعني في مستوى راقي. لان الا عملتوا الاخت الله يخليكم جيم، راه بعض منهم لا حول ولا قوه شيء كلام وشي زندقه من الدرجه الاولى. هي انا واش اللي عنده الباترينا في الدار التواصل والكيسان باش نهضر معاه، هذا دابا واحد طلع هنا كيكتب الهضره الخاويه. اذا غادي نستناك، زيد صوفي فرانسيسكا خرج. نعم، اذا غادي نزيدو النقطه الثالثه، ركزت انا على هاد الرياضه. اذا قلنا نشجعوا الوليدات على ممارسه الرياضه، ما عندنا شي النوادي باش نخلصوهم، فنخرجوا نخلفوا معاهم، نديو كره نشريو بالون نخرجوا نلعبوا معاهم بالون، او ذاك الكره التنس بارخص الثمن، او اشياء يعني اللي نقدروا نخرجوا نلعبوا مع وليداتنا، نشاركوا معاهم يعني اللعب. نعم، النقطه اللي كنهضر عليها على القرايه وانا بقى فيها، هي تشجيع الاطفال على ممارسه القراءه بانفسهم والقراءه معهم. انا سبق لي قلت لكم في هذا اللايف كنشبر كتاب مع اسحاق، كيقرا هو واحد جوج الورقات وكيعطيني نقرا انا، ملي كنبدا نقرا كنبدا نعمل الاخطاء بالعاني باش يبدا هو يضحك، كيبدا يصحح لي وكيحس، كنقول له شتي وليدي انت نصلي على النبي عليك، اه هادي انا ما شفتهاش شي، اه هادي او انا سحب لي اه،
وانا غير بالعيني كنشوفه يعني كيقول لي لا هذه اوما ما كتقراش هي كتقرا هكذا او لا لا سيتواسيون ديالي بزاف ديال الاشياء وكنخليه. انا المهم هو يحب القراءه يحب المطالعه. اذا هادو من بين الاشياء تشجيع الاطفال على القراءه وفي نفس الوقت على القراءه معهم. والمشكل العويص في الدول العربيه هما كيقتصروا على المقرر فقط، يعني المقرر راه ماشي كافي، اعطيهم مقرر ولكن انت خصك تعمل واحد البرنامج في البيت ديالك اللي هو ديالك تعطيه له من اجل يعني باش يقدروا يعني نعم باش يقدروا يعني يكتشفوا يعني يقدروا يشاركوا في قسم، يقدروا تكون عندهم ديك الثقه في النفس. بعض الاسئله غطيح يعني خارج على المواضيع المقرر وربما انت قلتيها له غادي يعلي يده ويجاوب، من غادي يجاوب يعني غيحس براسه يعني انه الام ديالو حتى هي عطات له شي حاجه. راه الاطفال كيعجبوا منين الام ديالهم كتقول لهم شي حاجه وكيمشيو عند الاستاذ كيجبروا حتى ذاك الاستاذ كيقول لهم واحد الحاجه وهما عندهم حاجه وكيضيفوها للاستاذ كيفرحوا. واش الولد ملي كيدخل الباب المدرسه الشكاره كنعيطوا له الشكاره نتوما الكارطابل لو كارطاب يعني كيسيبه مع الباب وكيسيب داك البابي عليه كيزيد مع الطريق كتقول له حلو هذاك الشنطه وسير سير العب حتى يوصل لوقت الغداء. سوري في غيمشي يلعب. انا مواليد 76 حنا ما كناش كنلعبوا في الزنقه، انا كنهضر عن جد. انا مواليد 76 حنا الواليد ما كانش كيخلينا نخرجوا نلعبوا في الزنقه، يقطعنا الرجلين يقطعوا منا والله حتى يقطعوا منا كره اللي ما كنمشي عليه الكرسي. يعني هنا ضيعنا الوقت للاطفال كتضيعوا لهم الوقت وما عارفينش كيف تجبروا ولادكم من عندكم. اذا نقراو معاهم يقراو ونقراو معاهم، هذه من بين النقط اللي اوكي فرانسيسكا هم كيعملوا لك جيم اختي جيم هاد شحال طلع انت غير بلوكي وبلا ما تخاف. ريدا كيقول شحال الناس ما عندهمش الوقت فين يراقبوا ولادهم ما كانوش يولدوهم. This is the answer، هذا هو الجواب. الانسان اللي ولد انا كنهضر مع هاد الشباب اللي جدود اللي غادي يولد خصو يعرف انه كاينه مسؤوليه خصو يتحمل المسؤوليه ديالو، كل راع مسؤول عن رعيته. اذا قلنا تشجيع الاطفال على ممارسه الرياضه وفي نفس الوقت تشجيع الاطفال على ممارسه القراءه بنفسهم وفي نفس الوقت نقراو معاهم. وقراو معاهم ماشي ديك القراءه اللي هي انكم سوبيريور عليهم، لا خصنا ننزلوا لعالم الطفل حنا نتهجاو معاهم حتى نعملوا خطا نشوفوا او نرجعوا نعمل خطا ولا ما شافوش قول انا قلت هذه خطا بلاتي نرجع. هذا كتخليه يشوف حتى هو كيفرح يعني وكيشوف واحد الام ولا واحد الاب اللي كيعاونو، ماشي الاب جالس في القهوه والام جالسه في الواتساب كطلل لي هنا ما عادش كتشوف والدنيا مرونه وهلي ما فهمتش انا. يعني هادو اشياء الله يجازيكم بخير ردوا البال ردوا البال ردوا البال. راه ملي كيكبر الولد وكيضيع من يدكم راه هذاك المشكل كتعانيو فيه نتوما وما كاينش اللي يفككم وما كاينش الحل، لان واحد الطاقه سلبيه 18 عام اللي تركبت في ذاك الولد ما غاتجيش انت تصحى له كأم في عام ولا عامين، والله ولو ضرب 6 سنين 7 سنين وتبيع اللي قدامك واللي وراك. والحل هو انك انت غتزيد مرض في النفس ديالك وما عندكش الحل، حياه تعاسه، حياه فيها اضرار وما غتعرف يدك من رجلك، ما انت ناعسه ما انت واكله ما انت شاربه. وفي الاخر غادي تقول كي كنت عرفت انا هيدا علاش ولدت. مجموعه من النساء اليوم الامهات كيقول كي عرفت انا هذا الولد غيخرج هيدا علاش ولدت. لا هذاك المشكل هو ان ماشي علاش ولدتي كصحاب لك غير خرج انت ماشي كتعمل لي عالم في عالم كاسه في علم الفلك او لا كضرب لي هنايا كتعلمني على الغيب. الغيب كيعلمو الا الله. انت الطريقه التربيه اللي سلكتيها ما عرفتيش تسلك الطريقه السليمه، اما غفلتي على ولدك وخليتيه يعني في المدرسه ومن المدرسه يجيب وحده للدار وساعدت الخدمه اللي خصو يخدم وخصك تخدم معاه ما خدمتيش معاه، اما هذا الطفل هذا مجموعه حتى في البيت فيه ما كاينش راحه نفسيه كاين فيه مشاكل وصداع. انا علاش كنقول للاباء الله يجازيكم بخير الازواج اللي كيتبعوني وكيتبع زوج وزوجه كنقول لكم من القلب اقسم بعظمه الخالق الا دبستو ما حتاش حدا الاولاد ما تعلوش صوتكم حداهم. ماشي مشكل تناقشوا انت والزوج ديالك او لا الزوج والزوجه، هذا ماشي مشكل عادي ولكن ليس امام الاولاد. خلوه تينعسوا الوليدات وحتى الا هضرنا بلا ما نرفعوا الاصوات. هاد القاعده عندنا حنا ملي كنبداو في الكلام يعني ماشي في الخطاب ولا عاطي شي مناظره ولا شي محاضره ولا ولا ولا, ولا. يعني انت قدامك السيده هي قدامك جالسه علاش كتغوت وهي كتغوت وهي كتسمعك هي ما كتسمعش بالراس الغابه
ولا قاصه في الطوغو، هي حداك، هاي حداك في جنبك، ترغب شويه. فهمتوا؟ هضروا غير شويه مع بعضكم، لان حتى ذوك الاولاد ما عمرهم يعرفونا فيو خدابزنا، فيو حنا مصالحين، فيو حنا مزيانين، واش حنا محبين ولا حنا مقاتلين. ما عندهمش هما الضغط في هذه المسؤوليه هذه، كيتاثروا تاثير كبير ملي كيشوفوا الاباء ديالهم، لانه هما كيبغوا الاب وكيبغوا الام بجوج. ونزيدكم حاجه واحده اخرى، هذه كنصيحه بين قوسين ان براكت اونت بارونتيز ان بارونتيز، ردوا بالكم على نقطه مهمه. الامهات الاغلبيه كيحاولوا يبداو يهضروا للوليدات ملي كيكونوا صغارين، باك عمل، باك مسخوط، باك كلو، باك فعلو، باك باك. الولد غا كيقول لك اياها ماما لان خوفا منك، ماشي كيقول لك يهم، ولكن من الداخل ديالو العافيه شعلالو في القلب ديالو. هنا كدمر وتدمير اللي هو انت ما عارفاش، باقي تقول له باباك مات، وما تجيش تقول له باباك عمل وصنع ولا ضربني ولا عمل لي ولا تعدى عليا ولا ولا ولا. مشاكل الكبار فهي مشاكل الكبار، لا ندخل فيها الصغار. مشاكل الكبار الناس فيقوا، مشاكل الكبار كتبقى. لا يجوز ان يعني نفتحوا الباب للصغار ونطلعوهم على المشاكل ديالنا اللي حنا كبار. للاسف شديد يا ام، الام راه هذاك الشيء اللي كتعمل انتينا باش كحل القلد ولدك راه غيرجع عليك. يا اب، كاين بعض الازواج حتى هما اللي كتهضر له في الام ديالو كذا وكذا، كيقول لك هي هي هي، وماشي حبا فيك ولا هو متفق معك، هو غا خايف، كيقول الاب ديالو غادي يمشي. دابا الا قلت الا مشات مثلا داك الولد وقال لك الحقيقه اش كيحس، غتنضر فيه وكيخاف يبقى معلق، لان المصير ديالو والمصدر ديالو يعني المنبع ديالو هو الاب والام. كيشوف الاب مشى وبقيتي انت كتهضر له فيه، ما يقدرش يقول لك ماما نو، ما يقدرش يقولها لك، لان كيقول بابا مشى ودابا حتى هي غادي تمشي وتخليني مسيب. الطفل راه كيخاف، شحال من حنا كنا صغارين قفنا، شحال من حنا كنا صغارين وكنحنوا راسنا وكنعملوا غير هكا، كنقولوا هي هي وحنا ما كاينه لا هي ولا والو، كنقولوا هي وحنا من داخل مقهورين. شحال من واحد فينا جالس هنا، واش كنكذب؟ لا، مني وجبت، مني وجبت، كنا كنشوفوا المشاكل وما كنبغوش من الداخل ديالنا، والقلب ديالنا من داخل تسد مرعبين، كنترعدوا الخوف، الوجه ديالنا الدم ما بقاش كيطلع فيه. شكون حس بينا؟ شكون قالنا السلام عليكم يا اطفال؟ شكون قالنا سمحوا لنا؟ شكون؟ حتى واحد. وإلا هضرتي العصا يهرسولك بها راسك، هذه هي الحقيقه. ما بغيناش هذه الحياه لولادنا حنا، انا ضد ان هذه الحياه نطبقوها على وليداتنا. كنقولها وكنعاودها، ولادنا اللي عنده شي بنت عنده ورده في الدار، واللي عنده شي ولد عنده الامير في الدار، فضينا. كفى علينا من هذه التربيه هذه، كفى علينا من هذا الخناق اللي تخنقنا، خنقونا وخنقوا هما، تخنقوا اللي كان قبل منهم تخلقوا تخنقوا، ما عرفتش انا داك الشيء كيفاش عملوه له جابوه ونزلوه وطبقوه بداو ماشيين به. ملي خرجنا عند الناس، الناس كيهضروا معانا وحنا كنطرطقوا فيهم عيننا، تيقولوا هادي منين جاوا هاد الوحوش هادو؟ قسما بالله شحال من واحد قال الموروث هادو، منين جاوا هاد السخط هاد الهاي الشمايش هادو؟ في جميع الدول راه كاين بعض منهم ما كيحملوناش، هما ماشي ما كيحملوناش هكذا وصافي. كاين بعض العرب هنا مندمجين هيدا معاهم، كاين بعض العرب كيشوفوهم كيخافوا منهم كيهربوا، لان كنطرطقوا في الناس عيننا، لان بداك الخوف والرعب اللي تربينا فيه على الصغر ديالنا ترعبنا، كتجبر الجار كتسمع القشاشه كيتهرسوا القر هذا الله يسر، والعيال كيغوتوا واحد الحاله، وصحاب كانت الجيران زعما ينوضوا يفكوا ولا يقولوا نعلو الشيطان، كيحشي ودنهم في تقابي كيتصنتوا غا مجرم من عند خاه. انا نقول لكم هكذا بالعربيه، غا مجرم قطاطعين عند خاه، ما كي في الاخر يطلع من عندي انا واحد يقول لي هنا حرام وحلال، سير وليدي كب على كرشك الماء، سير اختي كب على كرشك الماء. انا ما مشاشي من هوليود، انا من كنهضر كنهضر عن حق، كنقول غير حق، كنقول اللي عشتو واللي شتو واللي الناس مرت فيه، يعني انا فلت منه اصلا، وما غادي يطبق لا على ولادي ولا على حفايدي، عفى الله عما سلف. ولكن كاين ناس باقي محشين في هذه المعمعه هذه، فهمتوني؟ ولا شي جار يقدر يدوق كل وفلان، اولا الجيران يتجمعوا كاملين قولوا الله هذا منكر، هذا الجار هذا خصنا نهبطوا عند القايد، نهبطوا عند المقدم، هذا راه شلال باش يقتل هذه العياله ولا والو. هي كتحشي ودنا وغدا في الصباح كينوضوا كيبداو يتهضروا كيقولوا شتي مرات فلان عطاها قتله دكدكه عبار عليها، عاود لغدا اخرى كينوض لها عاود عاود كيحشي ودنهم. هذيك اللي كلات طحنه البارح حتى هي عاود كتحشي ودنا، ما تسانسين الثقافه الهايش مايش،
تفيقوش انتم عمركم غادي تفيقوا. والرجال كيطحنوا فيكم، هاك بالك هاك بالك والله الا وانتم كتحشيو ودنكم. ايوا انت نحشي ودنك اليوم، غدا ما تجي النوبه ديالك، غدا غتجي النوبه ديالك. حشي ودنك دابا، انت نحشي ودنك، غدا غتجي النوبه ديالك. علاش؟ لان انتم كتشوفوا قدامكم الوليدات او المراه كذاك الضق، بلا ما تخرج المراه اخرى، تخرج راجل يدق عليها يقول له سي محمد حنا ما حناش جالسين هنا في الفيتنام ياك. لاباس الهضره كتكون بالعقل وبشويش، راه كرعبتي الجيران حنا ناعسين ما ينعسوا ولادنا كاس كتخلع عنا. لان حتى الجيران خصهم يعرفوا واحد الحاجه، بان ملي كيكون الصداع في واحد الدار حتى داك الاولاد ديك الجيران راه كيترعبوا. هذه ماشي حتى نكونوا حنا عندنا في الدار، غا هاد بالعد المشاكل وهاد الصداع عند الجيران والمقاتله والقشعود والسيوفه كيتسيبوا والشفاري والما صافي. هذا رعب، هذه فتنه لا مثيل لها بالنسبه للطفل. يعني صافي كندمروا الاطفال، كندمروهم وفي الاخر يطلع عندي انا واحد انا حرام حلال. تيسير بحالك قال لك حرام حلال وتطوخ عليا راسك. انا انت بعدا كتعرف شي حرام، كنتو كتعرفوا الحرام من الحلال كراها اي هاي في كنا نكونوا. نتوما باقيين بعادين على داك الشيء هذاك، نتوما غنعلموا لكم هاد الكلمات، علموا لكم الرجال بعدا علموا لهم. اختي السلام عليكم، مزوجه مزوجه اختو واش مزوجه؟ سمعوها حلوا اللغز، حرام حلال اربع الرباعي عنده هو ماشي تما ما كيخرجش. الرجل العربي تما حشاوه حشاوه وشدوا عليه بالمطرقه، قالوا له وقع مع الرباعي ديالك، غا منين تشوفه قول حلال وحرام باش تدخل عم بالحلال والحرام. غا كيسمع اخر الحرام، اي واحد هنا جالس كيسمع الحرام كيقول له حرام حرام جهنم جهنم، كيخلعوهم جهنم والحرام وخلاهم. ويا فين يا جهنم؟ هي جهنم هي اللي عايشينها دابا، اكثر من جهنم هذه الدنيا هي كامله جهنم. منين انا عندي ولد مشى لي من يدي ضاع ضاع صافي متشمكر لي كيضرب لي، هذه اكثر من جهنم هذه. شنو جهنم باقي كتسناني عاد كثر؟ باقي عاد كطمنو فشي جهنم اخرى، وهادي اكبر جهنم هي هادي اللي عندنا في الدنيا. قلتكم ما كنجبرش المكالمات الله يخليكم ويجازيكم الله بخير، ونتمنى تكون الاذن صاغيه اللي كتسمع وما تبقاش تسدعوا لي مخي. اذا هادو من بين النقاط اللي الامهات والاباء انا كنقول بجوج، الام والاب بجوج خصهم يتحدوا على وليداتهم، والا ما كانش الاتحاد فلا داعي للولده. اذا قلنا غادي نزيدوا النوم بالنسبه للاطفال، النوم ضروري ومهم، نحدوا لهم الفتره ديال النوم، يعني انهم ينعسوا 8 ساعات ديالهم حتى ل 9 ساعات ديالهم، يعني ويكون داك النوم عنده الساعات ديالو. مثلا كنشوفوا حنا في الصيف هذه يعني ظاهره كنشوفوها، العيد 3 الليل هو باقي جالس، العيد 3 الليل باقي جالس مع البلاي، ولا 4 الصباح هو باقي جالس مع البلاي. واخا كطلل هذا كتجبر الام ديالو جالسه حتى هي في الشاط مع عمها كتشاطي مزيان، كنمشي ليهم بابها مغاطي من تحت هذاك عنده واحد العشيقه كي هذاك معاها. ايوا دابا لو كنتو نتوما عاقلين بجوج هاد الام وهاد الاب، على الاقل نتوما صافي مسالين مقطع الوراق وردوا بالكم بعدا عندك الطفل، على الاقل انا الله يجازيكم بخير غندك الطفل. نتوما بقوا حتى ل 4 الصباح هذا شغلكم كاع لا تنعسون عليا، ولكن داك الطفل ديوه هنا الكاما ديالو وعملوا له التوقيت وعملوا له البرنامج ديالو انه خصو واحد الساعه ينعس فيها. الا نتوما قطعتوا الوراق مقطعين مقطع الوراق، عرفتوا شنو مقطع الوراق باللهجه المغربيه؟ يعني مسالين مقاضيين ما في يدكم ما عندكم ما يدار صافي ما على بالكمش، ماشي مشكل هذاك يعني الاخذ القرار ديالك في الحياه ديالك انت، ولكن ما تظلمش داك الولد حتى هو يخرج حالك، عطيه المفيد، ديه ينعس في الساعه ديالو، غطيه ينعس في الساعه ديالو، زولوا البلاي وزولوا الالات الالكترونيه كامله يمشي ينعس ويقوم في الساعه اللي خصو يقوم. ولكن كيف بغى يقوم هذا الطفل في الساعه اللي خصو يقوم؟ الا هي الام غتنعس حتى هي حتى ل 4 الصباح، غتنوض حتى لوحده د النهار، وهو غينوض حتى هو معاها ولا موراها ولا قبل منها 4 ساعه، ولا غينوض غينيضو غتجوع. شكينا يضم هاد الاطفال عاود غينيضو غتجوع، كتنيضو الكوزينه كيبدا عليها كينخص فيها وهي مدردكه، اما في خصني نفطر لوحده النهار كيقول لي ما خصو يفطر لان ما عرفتش حتى التوقيت. الناس عايشين الناس محترمين لا الساعه البيولوجيه اللي عندهم من داخل ولا الساعه اللي ماشي عليها العالم. وعلى فكره اي وحده عندها الساعه في الدار، الساعه واقفه تخرج من الدار ولا تعمل الحجره، هذوك راه مشاكل. غادي كنزيد لكم كفكره، كتجبر المراه عندها الساعه في الدار من نزله راه هي السبعه د العشيه وهي عندها فيها ثلاثه د النهار ما خداماش ما عندهاش الحجره ما غتشريهاش.
كتشوف التليفون مي باريسي مو بيان. الا كنتي كتشوف التليفون حيد المكنه من تما، المكنه موقفه هذاك تعطلت كل شيء، الارزاق وكل شيء كتعطل. إذن واخا كنقول لهم ما تعيطوش، ما عرفتش علاش كيعيطوا، شنو غادي يقولوا لي؟ ما فهمتش الناس، الله يجازيكم بخير، قلت لكم لا انا مالكم البلوك. اذا النوم ضروري، خصنا نركزوا على هذه النقطه هذه، بان النوم الاطفال من 8 ساعات 9 ساعات يكون واحد الساعه بين 9 الى حتى عندك 7 الصباح، هذه هي الساعه. واذا كانوا كبيرين بالغين يعني وكيوجدوا الباك وداك الشيء هذيك حاجه اخرى، يعني ينعسوا مع ديك 9 وينوضوا مع ديك 6 الصباح اولا مع ديك 5 ونص، يعني باش كينوضوا يوجدوا داك الشيء، هذا شيء اخر. اما بالنسبه للاطفال اللي هما باقيين صغار اللي عندهم 10 سنين 11 عام 7 سنين 8 سنين 4 سنين 5 سنين، خص ساعات النوم، لان النوم ضروري بالنسبه للاطفال. وراه بزاف ديال الاطفال كيبقاو بلا نعس وكنشوفوهم، والشهرين ديال الصيف ولا 3 شهور الصيف كامله والولاد الصراعرع ديالهم كيتسمع والعياذ بالله. انا ما فهمتش التربيه هذه، انا راني مواليد 79 ما عمري انا كنقول لكم عشت هادشي اللي كنشوفو انا. المهم اذا ترتيب وتنظيم ساعات النوم والتركيز على هاد الساعات اللي غادي نبداو نعس وليداتنا، نخليهم ينعسوا، لان كذلك بالنسبه للنظام الغذائي هذا احنا هضرنا عليه، لان قلنا المطبخ هو كنهضر ونعاود عليه في اي برنامج كنهضر عليه، المطبخ وهو التزام بنظام غذائي اللي يكون صحي ومناسب للطفل، فما نكثروش عليه من النشويات اللي هما سباغيتيس وماكرونيس وداك الشيء. الا عطيناهم له ما كاين مشكل، احنا ما نقدروش نحرموهم من كل شيء، ولكن على الاقل يعني ما يكونش ديك الاسبوع فيها 4 نوبات 5 نوبات د السباغيتي. والمشكل فين؟ هو العويص، الامهات اللي كيشتغلوا برا هنا في ديار المهجر، الله يجازيكم بخير، انتم جالسين برا كتخدموا، علاش كتخدموا؟ يعني انتم في الذاكره ديالكم باش تبنيو واحد البيت، ياك ماشي مشكل انا ماشي نمشي معكم نقطه في نقطه، تبنيو واحد البيت وباش ما يبقاش عندكم داك النقص وداك الاختصاص اللي كان عندكم اللي كنتو صغارين. هذه انا متفقه معكم، ما كاين حتى مشكل، ولكن انت ما تنساش عندك واحد الطفل اللي باللي منك كتجي تعبان وداك الشيء. كتحاول تسيب الماء في الطنجره وتحط عليهم سباغيتي ولا ما، يعني الاكله الخفيفه السريعه باش يتعشى ويزيدوا في حاله. واخ واش كتسقسي ولدك شنو تغدى في المدرسه؟ كم من وحده ابنها تغدى في المدرسه سباغيتي وجات هي طيبت له سباغيتي لان ما عرفاش شنو تغدى. نقطه مهمه، الولد خصنا نعرف شكون كيمشي موراه المدرسه، شكون كيديه، اللي كيديه خصو يحضنه وخصو يقول له كلمات جميله عند دخول باب المدرسه، بانه هو من افضل التلاميذ ومن افضل الاطفال ومن اجمل الاطفال. كل هذه الكلمات خصها ترن في الاذن ديال الطفل عند الدخول وعند الخروج، والبيج هاك تدريعه وبوسه هنا، وفي نفس الوقت كتقول له كيف جوزتي النهار، نتمنى تكون جوزتي النهار مزيان، شنو تغديتي يا وليدي في المدرسه، شنو عطاوك، شنو عملوا الاصدقاء ديالك. هادوم كلها نقط باش كتخفف التعب على الطفل. ما نساوش ان الطفل كيقضي 8 ساعات ولا 9 ساعات في المدرسه، راه ماشي سهله، راه ماشي سهله. واش كاين بعض الدول هنا في اوروبا هادي عقولوا لي انا ما انا مش تبعيني، كتمشي للخدمه كتقول له هاكا وليدي اعمل هذا هنايا، عرفتي شنو هذا؟ كتعلق له واحد الحبل كتحط له فيه، هي كتحط له المفتاح، كيمشي العايل سموهم في اوروبا اطفال المفاتيح. يا رب السلامه يا رب. هادشي كامل واخا ما كاين حتى مشكل، مشي تخدم اختي، حاول تفتش على خدمه اللي كدوالهم التوقيت ديال ولدك، على الاقل الا ما ديتيه شوف الصباح مشي جيبو. كاين ناس كطلق ولادها يمشيو في المتروات بوحدهم، كيوصلوهم من عند الطريق ديال المترو كيمشيو الولاد بوحدهم. حنا عارفين هنا في اوروبا وقعوا حوادث كبيرين كانوا اللي ماتوا فيهم الناس، مثل في مدريد الحادثه اللي وقفت، وقعتنا هنا في مدريد، تصوري يكون الطفل ماشي بوحده وقعت له ديك الحادثه، الام الا كانت عليه راه تسيب عليه وتغطيه وما تخليه يشوف والو، ولكن الناس راه كل واحد كيتسلها براسو،
كل واحد خصو شي خصو يخرج من الطاقة، شي خصو يخرج من الباب، صافي ديك الولد هذا دمرنا. يعني هنا خصنا نفكروا راه ماشي كلشي فلوس عباد الله، وراه الناس ماشي عرفتي وشي فلوس ما كاينين. دابا انا كنشوف وكنعاود نشوف هاد البلعه تجري وما كاين بفلوس، كاين يا ربي بنادم باش كتقدر مع الزمن شويه واش اللي كيبقى كنغطيو هذا، والا خبعناه كيجي لنا شي مشكله البلاد، ولا بابانا مريض، ولا عمنا مريض، ولا جدنا مريض، ولا شي واحد عنده جنازه معنا باش نكفنوه، ولا شي واحد طاح وتهرس، ولا شي واحد تكحوش، ولا شي واحد ما بقاش كيتشوف، وحنا هادشي مقابلين دابا. هادشي اللي كاين البلاد تجري الكعبه، علاش باش نضيع انا ولادي يمشوا لي يهربوا لي من الدين ويتعرضوا لي مجموعه من الاشياء مجهوله اللي انا ما كنعرفهاش، لان الشارع كيكون فيه بزاف الاشياء اللي هي مجهوله. ايوا باش يكون، باش نكون انا نجمع الاورو، نجمع الاورو. ايه مرحبا، انا ماشي ضد نجمع الاورو، انا بدي كنجمع، ولكن واحد الساعه اللي ما نخليش فيها ولدي يبقى بوحده وباقي صغير، باقي ما بالغ ما والو، ويبقى بوحده. واطفال المفاتيح راه موجودين في اوروبا بلا ما نقول الدول بالضبط، وهذا راه مشكل في الحقيقه. اذا قلنا نعزو لهم النوم، يعني توقيت النوم خصنا نحرصوا على توقيت النوم، كذلك نحرصوا على مساله المشي والمجي للمدرسه، خصنا نخطوا هذه المساله هذه. لما مشيتي انت يمشي الاب ولا يديه الاب، ولكن يمشيوا بوحدهم، يعني بطريقه بوحدهم. انا ما متفقاش، خصنا نعرفوا بان الطفل ملي كيكون سعيد كيكون اكثر ذكاء ونجاح، كتكون ابتسامه على وجهه يوميا، هذه باش تكون في العلم ديالكم. و وباش يكون هذا الطفل سعيد اول نقطه كنركز عليها وهو البيت، لانه هو المكان الاول، يعني وخصو يكون فيه السلامه. اكدت لكم بان البيوت اللي فيها الازواج متنفرين طاقه سلبيه كتاثر على الاولاد، ونهار ينسى التمرين، نهار ينسى الدفتر، نهار ينسى البيت، كل نهار الاستاذ كيغوت عليه، هو عنده مشكل كيعيشو في البيت ومنين كيمشي عند الاستاذ. حتى علاش هنا في اوروبا، انا بعد الاوروبيين كدبش عليكم، عزلي لهم، العزلي لهم، كنقول لهم برافو عليكم، حيدوا عليا. ملي كيشوفوا الطفل ماشي هو داك نسى اليوم ونسى غدا، كيقولوا له اج شنو وقع لك، كيجلسوا كيدوروا به ثلاثه اربعه كبارين، كيجيبوا اختصاصي، كينزلوه يلا شوف، هما جالسين غير كيشوفوا وهو كينطق مع الطفل او الطفله، اش عندك، شنو ناقصك، كيقوزوا لهم يدوا على راسهم، شنو هذا بغيتي، نوضوا يجيبوا لها الحلوه، يجيبوا لها الماء، يضحكوا معاها، كيوابا كيوابو كي هاد. الطفل المسكين كيحس بالراحه، كيبدا يخرج، ابنه كيبدا يخرج، يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، يا العداوه العداوه جبالها جاو، عملوها عملوها التطوانيين الشماليين ديالنا، جبالها جاو العداوه، جبالها جاو. ملي كيبدا الطفل يهضر اخرين كيزمو كيزمو طق 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 طق. ها حنا علاش، هما غير ملي كيشوفوا الطفل معصب وبدا كينسى الدفتر، ينسى غير الدفتر، ماشي حتى يجي معصب ولا هذا، يوم ينسى الدفتر غدا ينسى المقلمه، ما معنى هذا؟ ليس هناك مراقبه في البيت. اذا ليس هناك مراقبه، هاد الاهمال هذا اما فيه مشاكل، اما الام ما حضرش مع الولد ربما كيبات بوحده، او اذا خصنا نعرفوا شنو هو الحقيقه. ايوا نوضي يا فاطمه تقعدي، الله يجازيك بخير، نوضي تقعدي، نوضي، راه هادشي اللي كنقول لك هو اللي كاين. مابقاش تجيو تكذبوا علينا وتبقاو تقولوا لنا داونا عملوا لنا صنعوا لنا حطوا لنا، نو ذير از نو واي وي كان توك فور توكين جاست بلا بلا، وي هاف تو توك، يعني خصنا نكونوا عندنا اشياء منظمه، ما منظمينش اذا نساو الموضوع. نعم، اذا هذه من بين النقط، غير الطفل اليوم نسى التمرين ما عملوش، الدوفوار ديالو ما عملوش، غدا المقلمه ما جاباش، بعدو المسطره ما جاباش، دينو البيكر ما جابوش، بعدو غير ثلاثه اربعه النوبات صافي كيوقفوا، هما ما كيهضروش بزاف، عندهم الشيمة هما، هما كل اسبوع كتجلس المديره والاساتذه كلشي على الطاوله كيجلس، كيقدموا كلشي، الطفل، الطفل فناني، الاستاذ عنده الليست عليه كذا وكذا 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 وكذا، هذا الاسبوع دخل
في الاورديناتور كلشي في السجل. شنو صحابكم نتوما؟ كصحابكم كتصيفطوا لكم من الغابه ولا كتصيفطوا لكم المؤسسه؟ كتصيفطوا ولادكم للمؤسسه اللي الناس خدامين قايمين بالواجب ديالهم، اللي حنا كامهات واباء ما قايمينش بالواجب اللي قايمين به هما. واش بغيتوا؟ الناس سهرانين كيوجدوا وحنا اش كنعملوا؟ مطبخ ونيني، مطبخ ونيني، مطبخ. قالك شنو؟ قالك تزوجات عندها أربعة صلاة على النبي، دوك أربعة جمعهم كاملين مساكن راهم كرفصين. انا كيبقاو فيا غير هادوك اللي كيدوزو الليق، انا كدير فيهم دقه. اتس جود، they will never forget about it. نعم، اذا هادو من بين النقط اللي خصنا نركزو عليهم كوالدين كاباء. الله يجازيكم بخير، ركزوا على هاد النقط. راه نتوما ملي كيكون عندكم المشاكل الله يحسن العون، انا غنجي عندكم ونقول لك سي محمد الله يحسن العون. ملي كيكون صداع ولا هرج بنادم راس ديالو مقلوب ما غتبقاش تفكر الاطفال، ولكن انت ولادك راه ماشي من يدك، ولادك راه ماشي من يدك، الطفل راه كيتنربح حتى هو معاكم. ما كيقولكمش ولكن من الداخل ديالو عالم عليه والله. مع المرات كيفكروا حتى في انتحار الاطفال، راه ما كيجبروش منين. ردوا بالكم من هاد الشيء هذا. شحال من واحد عنده 17 15 بغى ينتحر؟ شحال من واحد عنده 13 12 بغى ينتحر؟ اما الا مشى قال هاد الكلمه للاستاذه في المدرسه وداك الشيء ما عمركم باقي تشوفوه. صافي، انا الولد ماذا مخمم على الانتحار؟ ماشي هذه المره الاولى، صافي. اذا هذا واقف على باب الانتحار غادي نديوه، وعاد تعاقب انت من فوق. يعني حنا خصنا نعرفوا بان المشاكل اللي قلناها، بان واخا المشاكل يكونوا عند الجيران فهم كياثروا. اذا حنا باش يكون عندنا الطفل سعيد، باش يكون ناجح، البيت خصو يكون فيه الهدوء. صافي، فضينا مشاكل زوجيه غتكون غتكون، يعني باش الناس هنا ما يقولوش حنا عايشين في المدينه الفاضله. مشاكل واحد النهار، لان حنا هما حنا جسد واحد، مع المرأة ما كنكونوش مزيانين مع نفسنا. الا تخربطوا لنا الهرمونات كتجبرنا معصبين مع نفسنا. ماشي مشكل عندي مشكل مع راجل، ماشي مشكل، ولكن ما نيتش انا الهرج ونعمل صداع ونعمل مشاكل ونعلي الاصوات ديالي ونوصل الاصوات ديالي شامخه الى الاعلى، يعني يسمعوها ولادي ويسمعوها الجيران ويسمعوها ولاد الجيران. دابا نتوما ما كتضروش غير ولادكم، كتضروا حتى ولاد جيرانكم، وهذه هي الحلال والحرام. الرسول ماشي قال لكم كاد الجار ان يرث في جاره؟ تقريبا كان عليه يورث فيه. هذه هي الوصيه اللي وصى الله على الجار، هو نرزو له ولادو، نرزو له دارو، نرزو له كل شيء. وهنا هذا الشيء اللي خصنا نشرحوا للناس، ما يمكن نطلعوا على عند الناس بحلال وحرام ونبداو نتفلاو على بعضياتنا والدنيا الله يستر بحال الفندق. ونزيد حاجه واحده اخرى، هذيك الام اللي كتشبر بنا وتبدا تصرخوا بالهراوه والجيران كيسمعوا، منا كيخرج منك من الزنقه ولاد الجيران كيتنمروا له، كيتنمروا عليه. ضرباتك عملت لك صنعه، علاش كتعمل هذا المنظر هذا؟ علاش كتقلل من القيمه ابنك؟ علاش كتقللوا من القيم دولتكم؟ علاش هذيك ماشي هي التربيه بنتي؟ هذيك راه افكار خاطئه عندك، هذيك غير كتعقد ديك الوليد المسكين وما كنعطيهش فرصه في الحياه وما كنعطيهش حتى هو يتنعم بالطعم ديال الحياه اللي هو الطفوله من اجمل مرحله في الحياه ديال الانسان. فنتمنى هاد الرساله توصلكم، يعني تخن العمق ديالكم وتحاولوا تطبقوها مع وليداتكم رجالا ونساء، وتعطوا الوقت الكافي لوليداتكم وتنتبهوا لهاد الاخطاء هذه. كذلك كما قلت لكم انا، لازم نشعروا الطفل بانه محبوب من الاسره ديالو، بانه مرغوب فيه، بانه يعني واخا يكون كما بغى يكون هذا الطفل، كما بغى يكون هذا الطفل. لان حنا الا بنينا هذا الطفل سليم، عرف الرجل ديال الغد غيكون سليم. الا بنينا هذه الفتاه سليمه، عرف مراه الغد غتكون عندنا مراه سليمه ومراه قويه ومراه يعني يعتمد عليها في المجتمع. هادو من بين النصائح اللي النساء والرجال، نساء ورجالا، هادو خصهم خصكم تخليوها في البال ديالكم. نعم، اذا قلنا الطفل لازم نخليوه محبوب. اذا محبوب بكلمات، شو الكلمه هي؟ الكلمه الجميله صدقه. نتعاملوا مع وليداتنا بالكلام الزوين، يعني
حتى الاسماء ديالهم نحاولوا نعيطوا لهم بالاسماء ونزيدوا لهم يا ولدي، يعني القصص ديال الانبياء، رجعوا لي وغادي تشوفوا. نعم، اذا كذلك نقطه جد مهمه ركزوا عليها، خلي ولادكم شاركوهم معكم في تنظيف البيت، حسوهم بشيء قليل من المسؤوليه، طوي حوايج، يعملوا لافادوره لا ماشينا لافي، يعملوا الفاسيل يعني متعدل القشوع، يجيبوا يعدلوا الكاما ديالهم، هذه اشياء ضروريه، ولكن يشاركوا معكم في تنظيف البيت يعني الجماعه. مثلا في التواليت ملي كتجي الام باش تغسل مثلا كاين حويجات ولا كاين شي تعيط لهم، يجي كل واحد شنو يهز يديهم متعدله، يعني المشاركه. هنا كتنمي لهم حتى هما الذكاء ديالهم والقدرات ديالهم، وما كتخليهمش يبقاو عالم منين يكبروا، وكيتعلموا حتى هما النظام يعني من خلال هذا الشغل هذا، كيتعلموا يعني كاين واحد براكتيك، كاين واحد الطلب منهم، وفي نفس الوقت انهم كيبراكتيكو كيشوفوا، حتى النهار الا قدرتي غاد مرض ولا شي حاجه غتجبر داك الطفل كيمشي يعمل ديك لابادوره، ما عندوش مشكل، غيهز حويجات ويحطهم في لابادوره ويعمل عليهم الصابون، ما غير تتقل ما غينزل، غيحط وغادي غيكون عارف وبدون اشكال، وما غيحسش يعني كاين واحد المشكل كبير. اذا نعم الاخت كتعمل البلوك، كذلك بالنسبه للاباء خصنا ننظروا للاطفال من منظور يعني من منظور الطفل، لان الاباء كينظروا للاطفال من منظور الكبار، هذا راه خطأ، هذا راه خطأ، الطفل راه طفل باقي عا كينمو، تنميتي صافي، إذا انت خصك تنزل، حنا الطفل قال شي خطأ نزلو عليه ضربة، بغى يشارك معنا شي حاجة نقولو له انت ماشي قد هادشي مشي تجلس، بغى يعدل شي لا مشي تجلس،